نيجي بسرعة ليه؟ البامب بس قبل ما اتكلم، قبل ما احط البامب، انا بس كل اللي انا محتاجه ان نفس التيكتشر دي على فكرة نتحكم بيها في ال في السبيكولار ويت، يعني برضو نفس الموضوع. فانا هاخد نفس دول كنترول ونسحب بس نعمل منهم دوبليكيت، تمام، وناخد دي كده، وتعالوا ناخد الاخت دي نحطها هنا واقول له هنا سبيكيور ويت. بالشكل ده اللي حصل ان المناطق اللي ما فيهاش روفنس بقت لس ريفلكتيف، والمناطق اللي فيها روفنس بقت لس ريفلكتيف، والمناطق اللي ما فيهاش روفنس بقت مور ريفلكتيف. طب في بس نقطة مهمة شوية، ان انا بس كل الحكاية ان انا عايز اجي هنا في الكالر كوركشن نود واخد الاكسبوجر لورا شوية، تمام، ولو زودته زي ما احنا شايفين، تمام، فانا هاخده لورا شويه بحيث تبقى بالشكل ده، والاديتيف اخدها وتمسك بس. بس افتكر كده كويسة جدا. هنيجي بعد كده للبامب، هحط بامب 2D. البامب 2D يبقى معنى كده ان انا هفصل دي عن البيوتي، واخد دي احطها هنا للشيدر، واوصل البامب بالبيوتي. هو مستني مني التكتشر بتاعت البامب، فانا هروح هنا اقول له برضو image، وهاخد image يكون فيها high frequency، ولتكن image زي دي. يس، نشوفها كده. تمام، افتكر البامب فيها هيبقى كويس، بس افتكر ان هي محتاجة تكرار. تمام، نطلع دي هنا وناخد دي على البامب، نسوي بقى بامب جامد على فكرة في الاول، فهنضطر ان احنا نقلله، لان مش هيتحول لبامب، ده هيتحول لحفر زي ما احنا شايفين. فانا هروح هنا واروح مثلا اخليه 0.1. افتكر كمان 0.1 ممكن تبقى كتير، وممكن نقللها عن فعلا هي كتير. هنستنى نشوف السامبلنج، لان البامب من الحاجات اللي ما بتظهرش الا بعد السامبلنج ما بيخلص، فما تحكمش عليها في الاول، يعني استنى لغايه ما السامبلنج يخلص، لان البامب بالذات ما بيظهرش الا بعد السامبلنج ما يعدي. تمام، فخلينا عشان ننتهي ناخدها في حته كده مثلا، شوف مش عارف 1/10 افتكر مناسبة يعني. لا انا شايف ان هي كويسة. تمام، 1/10 كويسة جدا. فاضل علشان نبقى انتهينا، ممكن ان احنا نحط ambient occlusion. تمام، طب ambient occlusion هنحطه ازاي؟ هعمل ambient اوكلوجن عشان نبقى عارفينه، هقوم راميها هنا، واقوم حاطط الامبنت اوكلوجن في الديفيوز بالشكل ده كده، هيبان بالمنظر ده. في الامبنت اوكلوجن انا عندي هنا السامبلز، ودي مهمه جدا علشان النويز، انا هسيبها زي ما هي. الفولوف، تمام، هنا الفولوف لو انا زودتها فانا بضيق الامبنت، لو انا قللتها كده فهو هياخد كل دي، وممكن اسيبها صفر
في النير كليب هسيبها زيرو، اما في الفار كليب ده نهاية اللون الاسود. طبعا واضح ان هو كبير قوي هنا، فانا ممكن اخليها باتنين مثلا، تمام. بس الفولوف ازوده حبتين علشان ياخد الاوبجكت ككل، اما دي فممكن اعمل 10 مثلا. هنا بيبان قوي، هيبان في الحته دي قوي لو قللت ده كده. والنير كليب ده لو انا مثلا خليته 50، الفار كليب اسف لو انا خليته 50، زيرو. اظن انتم شايفين الزيرو عامل ازاي. لو زودت كده هفتكر واحد مقبول، اما الفار كليب ده لو زودته قوي كده كده زيرو، لو طلعت كده بقى 100. فانا هخلي ده مثلا 50 واخلي النير كليب مثلا بواحد. طبعا زي ما شايفين واحد بقى عامل ازاي. خلي ده زيرو بلاش واحد، بس افتكر كده الامبت اوكلوجن كده تمام قوي. ممكن الفولوف نزوده شويه، فندي زي كونتراست. الفولوف هيعمل زي كونتراست بين المناطق السوداء والمناطق البيضاء. لا ده زيرو زيرو زيرو. افتكر 50 كويسه كده، كويس. الامبت اوكلوجن كل ما هتزود كل ما هتحجم الاوكلوجن في الحتت اللي فيها كيرفس زي ما احنا شايفين هنا كده. طب ده هيتعمل ازاي؟ ده هيتحط مع مالتي بلاي نود. لو انا خدت المالتي بلاي، حطيت المالتي بلاي هنا كده، تمام. المالتي بلاي هتاخد مني الامبيانت، او دي هتبقى انبوت 2 والامبيانت اوكلوجن هيبقى input 1. طبعا دي النود دي ما بتعملش حاجه غير انها بتعمل ملتبلاي وبس، تمام. هصلح ده بس فوق كده، واخد دي اوديها هنا. هنلاقي بالمنظر بصراحه فرق جامد. يعني لو سبت، لو شلت ده كده، مش لو شلته، لو انا خدت ده وعملت alt w اكس، اسف، Alt W V، هتبقى بالمنظر ده كده. بصوا هنا، تمام. لو انا طبعا عملت Alt W V، Alt W V بتودي السيلكتد نود، اما Alt W اكس بتعمل اساينمنت للروت، تمام، بتوديها للبيوتي. تاني انا عمل سيلكت على دي، Alt W V يبقى بنودي السيلكتد نود للبيوتي، اما الت دبليو اكس فبتودي الروت نود للبيوتي، ماشي، حتى لو مش معمول لها سيلكت زي حالا كده. خلصنا من الاي او وخلصنا من خامه الجرين. نقفل ده 0.15 مش هيضر، نقفل ده كده وكده خلصنا من الجرين تكتشر. نيجي بعد كده لكرييت، واعتقد خامة البلاستيك الاسود هتبقى اخف، ودي هنسميها دريل بلاك. بلاك دي هتبقى على حاجات كتير، يعني لو عمل كليك ورحنا للشيدر ورحنا هنا كتبنا ستاندرد هشتغلها بسرعة شوية لان هي مش محتاجة كلام كتير. برضو نفس القصة، هروح هنا ل الميكس. هتقول لي ميكس ايه؟ في ميكس، حتى لو بلاك انا هعمل بلاك درجتين، هاخد الدرجه دي ممكن اعملها درجه فاتحه سنه مع اسود، بس حتى الاسود برضو هديله ولو 2-3% فاليو، لان مفيش كلر في الدنيا اسود اسود. فانا هاخد دي اوديها هنا، اودي دي للكلر نود، وكالعاده الميكس اماونت هاخده بنويز شيدر، برضه هوديه هنا للاوبس، راح فين، هوديه هنا للميكس مود.
طبعا هو اوتوماتيك ميكس كلر 1 مع كلر 2. هتقول لي المره اللي فاتت انت حطيت فلات، حطيت فلات عشان اعرفك بس النوت دي موجوده. هناخد البلاك، البلاك افتكر هوديها على البلاك سويتش، وهوديها على البلاك في البادي. هو انا افتكر وكمان هتروح على الكور، تمام، هي هتروح على دول، كل دول هياخدوا نفس البلاك. مش هعمل اي حاجه ولا هعمل ليارات ولا غيره، انا هسيبها زي ما هي، هسيبها زي ما هي كده. لكن هروح في السبيكولر واقول له طبعا اكيد فرنيل، بما اني قلت انا فرنيل يبقى اروح في الريفراكشن وهقول له يوز فرنيل اي او ار، وهنرفع الفرنيل شويتين ثلاثه، وهنا هرفع السبيكولر بالمنظر ده، وهاخد الروفنس بالشكل ده كده، و هاخده بالمنظر ده. جميل، مش عايز حتى الواحد حاجه قليله. جميل، البلاستيك افتكر 1.66 عشان نبقى فيزيكالي اكيوريت، يعني 1.66. ناخد ده كده لورا بحيث يبقى بالشكل ده مبدئيا، عشان انا متاكد ان هيبقى فيه مشكله في اليو في زي ما كان فيه مشكله في التاني، فانا هروح لدي مؤقتا بس. هقوم رايح الاول هنا وقايل له ان دي هلغي اليو في تاج، واروح لدي واديها اي حاجه تمام ولتكن كيوبيك، ورايت كليك على التاج واقول له جنريت يو في كوردينيتس. نفس القصه على ده، هقوم قايل له كيوبيك، شيل دي، هنا اقول له كيوبيك، رايت كليك، جنريت يو في كوردينيتس. هو بس القصه عشان اكون مطمن ان الدنيا معايا تمام مش زي الاول. اما ده فبما انه هو جاي اصلا الهبل، تمام، بما انه هو جاي كده فانا هقول له سنجل اوبشن سي كيوبيك، شيل كل ده، وهاجي هنا وهقول له رايت كليك جنريت كده. الدنيا عندي بقت تمام، ومش حامل هم اي حاجة تنزل وتكرارات تطلع بشكل غريب ومريب. نروح هنا، وكل اللي انا هعمله بس ان انا هحط حاجة للويت، فهروح اخد ايمج تمام، وفي الايمج هاخد حاجة زي دي، و بس ار جي بي ماشي، بس تجاوزا بس هشتغل من غيرها سبيكر اوت تمام، بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه. سبيكولر جلوسنس مش ود روفنس، روفنس تمام. هي كده جت في الروفنس، وعلى فكره هي مديها شكل ظريف. بس قبل ما نتكلم عليها تعال نشوف الاول هي مظبوطه كتكرار ولا لا. ده رايحه ورا الشمس، ارجع هنا تاني كيوب، لا دي يو في، هي دي على ايه؟ دي على دي، هاجي هنا واقول له كيوبك، انا هشيل ده
رايت كليك، لأ مش هينفع، يبقى هنا مع الأوبجكت رايت كليك وأقوم قايل له جنريت يو في وأروح دي كده كده بقت يو في. أمال دي ليه عاملة بالنص؟ الصورة دي فيها مشكلة ولا هي صغيرة ولا ايه ظروفها؟ بس مش صغيرة ولا حاجة، خليتها 3 في 3، 5 في 5، 5. الصورة دي تحديدا فيها حاجة، مش عارف، كل ما اخدها ما بتدينيش اللي انا عايزه. طيب خلينا في دي، ماشي. ارجع هنا، ماشي تمام، نشيل دي ونودي دي لهنا كده. افتكر دي احسن كتير جدا من الاولانيه. وان يكن يعني محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا نروح هنا كده واروح هنا للرامب فلوت، الت نسحب دي فوق دي، انسرت افتر انبوت، واروح للرامب فلوت والت دبليو في تهيألي نسحب الابيض شويه، مش عايزها رف قوي. تمام، ده غير كده انا عايز اعمل لها انفرت اساسا، غير كده انا عايز اعمل لها انفرت اصلا. تمام، هي كده صح، نعمل لها انفرت بالشكل ده، وفي نفس الوقت مش عايزها ابيض قوي، لان انا مش عايزها رف قوي، بس ايه يعني يبقى فيها رفنس بس ما تبقاش ابيض ابيض. افتكر لو احنا ودينا دي كده احسن بكتير من الاول. 1 by 1، احسن كتير جدا. طب كويس، افتكر ان نفس الايمج دي ممكن نفس الايمج دي على فكره، لو انا قلت edit، هي نفس الايمج دي هي ممكن تنفع بامب، يعني ممكن تنفع بامب، بس هاخد ايمج تانية تكون احسن. يعني هاخد دي كده لان محتاج ايمج يكون زي ما قلنا فيها هاي فريكونسي، يعني هاي فريكونسي يعني فيها نقط كتير او خدوش، يعني ممكن اخد ايمج زي دي او ممكن اخد ايمج زي دي. تمام، يعني ممكن اخد ام، بس ايمج زي دي انا هضطر اعملها انفرت. ليه؟ لان دول هيعلوا مني لفوق بالظبط زي ما احنا شايفين كده. ودي افتكر هتتكرر كتير، هاخد الرامب فلوت احطها فوق دي، انسرت افتر انبوت. تمام، وهناخد دي لتحت وناخد دي لفوق اهو زي ما انت شايف. انا قلبتها كده علشان البامبس دي تنزل لتحت. هنروح هنا للبامب، بامب تو دي، وناخد دي هنا، وناخد دي للشيدر، وناخد دي للبامب. زي كالعادة البامب هيتقلب حفر حالا، بس نشوفه يعني.
الشمس. Point one. برضو كتير. Point zero two. البمب في الارنولد سنسيتيف بطريقه بشعه بصراحه، يعني سنسيتيف جدا. بس افتكر كده الدنيا تمام في الخامه دي كمان بتاعه البلاستيك. تمام، فاضل اخر خامه مش هتكلم عليها كتير، اللي هي الخامه بتاعه السلاح بتاع ده، مش هتاخد حاجة. هنروح لشيدر ارنولد نتورك وهتتحط على التيب. تمام، نفتح ده، نفتح النتورك وهناخد ستاندرد. تمام، وهنلغي الديفيوز اصلا وهنقلل الروفنس قوي ونرفع السبيكتر ويت واقول له هنا يبقى فرنيل. طبعا الفرنيل في حاجه زي كده ده ممكن يوصل ل 25 ولا حاجه. الكالر هيبقى اسود، ولو انه برضه ما بحبش الاسود. بس حاجة بالمنظر ده، نخلي السامبلينج عليها عشان ينتهي. في نقطة أنا ممكن أرفع الويت ده شوية. حاجة تانية ممكن أنزل بتسامي بحيث الميتالينس ما تروحش. روفنس ممكن أرفعها شوية. دي ممكن تبقى 15 ولا حاجة. جميل، افتكر كده مية مية قوي. ممكن بومب ايمج كان في ايمج فيها دي فيها خدوش وجاهزة، يعني عارفين اللي هي ايه، مش هتتعبني. مش هتتعبني الا في التكرار، بس ممكن اقول 10 في 10 بس عشان تتكرر على الاوبجكت. بس افتكر مش عارف انا مش شايفها ولا هي اللي مش مظبوطه. لو خدت مثلا، خلينا ناخد حاجه زي دي. هو انا مش شايفها، انا عامل ضغط الت وانا شغال غصب عني، معلش. انا واخد صورة زي دي علشان
اشوفك يا عم. وواضح ان احنا عندنا نفس المشكلة، عندنا نفس المشكلة، فانا هاخد دي هنا كده واشيل الفي واروح هنا اقول له كيوبيك ورايت كليك اساين يوفي كوردينتس اساين جنريت، مش مشكلة، المهمة بس ان هي تظبط. لو قلت له، لو جينا بقى خدنا اي حاجة من دول، لانه كانت كده المشكلة فعلا هنا، خليني اخد اللي فيها خروج دي. اهي فعلا كانت المشكلة عندنا في الحركة بتاع اليو في دي، 5 في 5 انا افتكر كده هتبقى كويسة يعني. هرجع اودي دي هنا، اسف اودي دي هنا واروح اقول له دي شيدر، وهودي دي هنا وهروح هنا واحط دي كبومب مان زي ما احنا شايفين كالعادة 0.05. وهنا هرفع روبنس بس تمام. وافتكر ان احنا كده هنبقى خلصنا من الخامة بتاعت البلاستيك، سواء كان كلير بلاستيك او سواء كان حاجة زي اللي احنا شايفينها. طبعا دي باستثناء فاضل دي كده، فاضل بس حاجة بسيطة، هنحط مالتيبلاي نود وهنحط امبيانت اوكلوجن نود، وعلى طول بس هوصل دي مكان دي، شوف بس هي ظروفها ايه. اوتوماتيك نروح للفولف نعلي شويه، واروح لدي اخليها مثلا 50 ولا حاجه، نزود الفولف شويه تمام. هناخد كالعادة ناخد دي في input 2 وناخد دي في input 1 وناخد دي هنا تمام. تمام هنقفل نيجي في التانية. هتقولي مش مهم، اقولك ماشي مش مهم عندك انت، بس انا بحاول ان انا اوحد شغلي. هقول له multiply واخد multiply هنا، وهقول له ambient occlusion واخدها هنا كده برضو نفس الموضوع، هوصل دي هنا عشان اشوف هي عاملة ازاي. جميل. هرفع الفولف سن زيلة سن ودي خليها 10 مثلا. جميل. هناخد دي على input 1 وناخد دي على input 2 ونودي دي. كده نبقى قفلنا المحاضرة بتاعتنا، واشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله مع خامة مور كومبلكس. عن كده هتبقى بين الرخام وبين او بين السيراميك وبين البلاستيك.